ناصحا له، والله على ما أقول شهيد، أقسم بالله ناصحا له: ليتك تجنب الطائفة الشيعية في لبنان التي نقدر الوقوف مع الظالم بشار، لأنك كما نظن فيك وحسيبك الله أنت لست متورطا بولاية الفقيه والإذعان الكامل لإيران ومالها النظيف، فتفكر جيدا واعمل العقل جيدا، ومصلحة الطائفة التي نقدر، وجنبها من الوقوف مع الجزار بشار، لأنك تعلم علم اليقين منهج الإمام موسى الصدر كيف كان. كل شريف ليس صيد فقط، تريد إعدام الأسد وحزب الأسد وأتباع الأسد وجند الأسد، ألا لعنة الله على الظالمين. سنرسل له رسالة وجدانية، إن كان فيه عقل، إن كان فيه عقل أعطيني واحد واحد من الخالدية قبل ما ننسى. هيدول الأطفال من الخالدية، مين قتل بياك؟ قول مين قتل بياك؟ بشار. وكان اللقاء العلماني في صيدا قد نظم اعتصاما امام مسجد الروضه في المدينه، كذلك كانت كلمه للشيخ محمد ابراهيم في